وايش لا فما كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. المهم قبل ما تتفرجوا الفيديو جيت كنطلب منكم واحد المساعدة، ونتمنى اللي يقدر يساعدنا ان شاء الله. هاد الايام كنت مكونكتي في التليفون هذيك هي، ودخلت للميساجات وصلني واحد الميساج مسكين من واحد السيد معاق، قال لي اخويا ايمن واش تقدر تهضر لي في شي بلوغ على شي عليا زعما، حيت انا معاق وما عنديش الفلوس باش نشري شي كروسه، خصو كروسه خوتي هادوك نتاع الضو باش يبقى يخرج بيها. قال لي خويا ايمن ما نساش خير، كنت تقول لهم يعاونوني باش ما كان اخوتي، و50 درهم 30 درهم 20 درهم، المهم الواحد هو يساهم، واخا تساهم غير بدرهم، المهم غادي تعاونو هو غادي يجمع باش يشري كروسه. هاديك قلت له مرحبا خويا وراني تصاور، يعني بالله راه ماشي شي نصاب ولا شت تصاور فيسبوك عنده هذاك هو نتاعو، عطاني النمره واللي بغى يعاون اخوتي كان والله ما ننسى خيركم، غادي تفرحوني بزاف بزاف الا كان شي واحد يقدر يعاوننا باش ما كان نديرو يد في يد. الى الفيديو تشاف غير 100 الف، غير من ديك 100 الف الى غير 1000 واحد دارت غير 10 دراهم راه يشري وحده. نتمنى اخوتي تساعدو، اللي عنده يساعدو، وحتى اللي ما عندوش ماشي مشكل، غير دعي معاه وبارطاجي الفيديو يقدر يشوفوا شي، الى بارطاجيت الفيديو يقدر يشوفوا شي واحد ويساعده. وراك عارفين انا كنبغي الخير لخوتي المسلمين كاملين، واللي كانت عنده شي مشكله ولا خصو شي كروسه نتاع المعاقين ولا الدواء يتصل بيا، وانا نقدر نهضر عليه في شي فيديو على الراس والعين، وحنا خوت ولاد الشعب وكنتعاونوا كاملين. هذيك يا خوتي بلا ما نطول عليكم، انا غادي نخلي لكم النمره نتاعو هنايا اتصلوا به. تخيلوا معايا خوتي انسان معاق وما عندوش الكروسه، يبغي غير يمشي غير للطواليط ولا يخرج يبدل الجو ما يقدرش، حيت مسكين علاش ما عندوش كروسه. يعني انا بغي موت وشاني اقسم بالله. تخيلوا معايا قال لي خويا عندي اعاقه ما كنقدرش نتمشى، ما كرهش تدوي عليا او دير عليا شي بوست شي مساعده بشي كرسي ولا باش نشريه، واخا غير بشي حاجه بسيطه باش تساعدني، الا درتيها جامي نسى خيرك اخويا. هيا وشفت صوري، انا ساكن دابا في تيفلت حدا الرباط، هاي النمره ديالي يعني تصيفطوا لي فيسبوك. المهم هاي نتوما شوفوا الكونفرساسيون بعينيكم، انتو هاي النمره نتاعو. يعني فريمون من القلب نتمنى اخوتي اللي عنده يعاونه باش ما كان، باش ما سخك الله اخوتي، حنا يا ولاد الشعب خصنا نتعاونوا بيناتنا، وربي والله حتى يجازيك. ما تعرفش كاع فين تلقى انت الرزق، الا عطيت له ما تعرفش كاع ربي مين يجازيك. داكشي اللي بغيت اخوتي من القلب عاونوه، فريمون واحد الانسان اللي ما طلبش شي حاجه، يعني شي حاجه بغى ما نعرفوهاش، هو بغى غير كرسي باش يقدر يتحرك به، داكشي اللي بغيتو. ونتمنى ما نكونش طولت عليكم اخوتي، والله الا كيبقى فيا الحال بحال هذا الشيء اقسم بالله. المهم اخوتي ديكاس ليكم كاملين، و نتمنى تساعدوا اخوتي من القلب، داكشي اللي بغيت. والله الا بقيت بلا كلمات بحيت فريمون توشاني هاد السيد، واللي كانت عنده شي مشكل يصيفط لي في انستغرام ولا في ايميل، ونتمنى نشوفو ونعاونو باش ما قديت. وحنا خوت، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وقبلوا علينا. راه لقيتوني دابا كنمونطي بلوغ، ها نتوما هذا البلوغ درك اللي راكو تشوف اخوتي، ها نتوما مقصر عليه كنمونطي فيه غير بالتليفون، يعني خارقين السعاده بالتليفون بسيط، ها نتوما كاع مهرس كدا بصح الحمد لله، وكان موطي بالتليفون قرية صغيرة، يعني خارقين السعادة من والو. وكنشكركم كاملين على الدعم تاعكم، والله الا يعني جامي غادي نقدر نرد لكم هاد الخير كامل اللي كديروه معانا، وشكرا بزاف. وانا راني كنبغي الخير لخوتي كاملين مسلمين فين ما كانوا، وفرجة ممتعة حتى الفيديو جديد ان شاء الله، وكنوعدكم بان القادم احلى. واش لا فامي كي دايرين؟ السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. يلا فهمي كي دايرين؟ تكونوا كاملين بخير. المهم ما بلوكيت لكمش في الدار حيت راني روطار، عندي واحد الرونديفو في الطبيب الكبير كاع ماشي الصغير نتاع العينين، كيعطيه لنا كل ربع شهور، وقسم سي فوت على عيني حيت انا ما كنشوفش مزيان. هذيك هي راني غادي، راني روطار مع الطبيب عندنا شويه بعيد. المهم لا فهمي راني عاد غادي، ها نتوما هذا السبيطار الصغير عندنا في هذه القريه، عندنا جوج في قريه صغيره، عندنا جوج سبيطارات كبار، غادي نوريكم الكبير ان شاء الله. والله لا فامي عندي بزاف ما نهضر لكم وما نعاود لكم، مي راني روطار، راني خف، عندي باقي لي 10 دقائق مع العشره، وراها 59 ومازال باقي لي واحد العقبه قداش. المهم تنخرج من الطبيب ان شاء الله ونهضروا على راحتنا. حاجه اللي نقول لكم، راني جيت غير ويل البارح من المغرب، ما سخيتش بكم ما نكذبش عليكم. يا لا فامي راحنا وصلنا روطار، ما عنديش الوقت، انتوما هذا هو السبيطار الكبير. المهم لا فامي ها هو السبيطار، انتوما هاد السبيطار الكبير غير نتاع مثلا العمليات نتاع الحاملات، اما الا كان واجعك راسك ولا شي لعيبه ماشي يعني شي حاجه غاف كتكون تمشي للسبيطار لتحت. هاد السبيطار الكبير مكلف بحوايج كبار،
بحال مثلا روندي فويت نتاع العينين نتاع الرجلين، المهم داكشي كامل. هنا كيفوتوا لك السكانير ولا كيقولوا الراديو. والراديو كيفوتوه فابور هنا ما تخلص حتى دوره. المهم لا فامي راني قلت تاع السبيطار كتسخ والله الا كتاع غنشوف هذه السميه صافي بقات قطعت هذا اللي عشت منها نكلفو. لا لا بلا طلاف. تحت تحت صافي عرفت انا والله الا كامل. المهم لا فامي راني عطيتهم ديك الورقه حيت تما كتقعد برا كتعطيها الورقه وفاش كيكون تورك كتعيط لك انتوما نقول لكم الطواليط اني بعد هنايا. شوفوا الالوان الطابله كي داير. ويلي على الطابله باش نقول لكم الباب قلت لكم الطابله بصح على الساعه نعس والله ما تيق ونعس مع السبعه نتاع الصباح ما راهش يجيني نعس بالليل تبدل عليا الجو عاود هنايا والله ما عرفت والله نخليوها على الله. يلا بقى معنا خرجت انا برا انتوما الريح هنا حتى يعيطوا هما معاك يعيطوا في الميكرو الميكروفون منا كيتسمع يعني تعيطوا لي بسميتي وندخل والله ما قدرت نقعد لداخل بحال تخنقت ديك الريحه نتاع الطبيب ما عنديش معها سبحان الله الريحه وانا في الكازو يعيطوا لنا ونمشي. المهم لا فامي راني خرجت من الطبيب واخيرا ودا لي واحد الدكتيره ماني نشوف والو ما عرفتش نتعامل. المهم عطاني الورقه نتاع الطبيب باش نشري نظاظر ولا لي لونتي وفتمنى بغيت نوريكم هاد البلاصه نتاع السبور. ها انتم اللي بغى يدير السبور ها انتم ها سبار نعم سيدي بلاصة زينة الطبيعة ها الكام هادي بحال اللي ما عندوش فلوس باش يمشي للعصال ولا راكو عارفين الله غالب يقدر يجي يتريني هنا فابور كلشي ديال الله يعني كيقولك سواء عندك سواء ما عندكش تقدر دير الرياضة ما تقولش هادي الا حقا مانيش نمشي للعصال حيت ما عنديش فلوس ما عندكش لاصال باش تشيل الفلوس كاين لاصال ها هو. هادي البارة هادي شوية صعيبة هادي كتطلع هكا نشوف واش نقدر ندير شي وحدة ادي الفورما والو عرقناها سناكات في المغرب وطاكوس. المهم لا فامي البلان تاع درك واش غادي نديرو غادي نمشي للبيرمي راه مازال ما ديتو دعيو مع اخوكم يلا عاد عندنا اللاج باش نقدو نديو البيرمي نمشي نقراو عليه ان شاء الله نديو على شلا في شهر ولا غادي نزيرو غادي نمشي نوريكم هاد الصماد راكو عارفين راني عارف بزاف توحشتو بزاف كتسولو فيه واحد قال لي عمر كومونتير قال لي درت الفلوس صافي نسيت اخويا واش الفلوس درنا اخويا هاد الصماد هذاك عمري نساه يقبلوا علينا اخوتي يعني هذه راه قريه صغيره بزاف والله الا باش كنبلوكي بالسيف باش كنبلوكي حيت الله يبلوك خصهم محتوى ومحتوى خصك مدينه كبيره هنا ما كانش شي حاجه اللي نقدر نبقى نصورها لكم. المهم الصوره بغيتو تبقاو تشوفوا غير وجهي ماشي مشكل نبلوكي لكم اما لا بغيتو نصور لكم مدينه والناس وهذه راه ما غاديش نبقى نبلوكي لكم بزاف حتى يسهل علينا ربي بلاتي باغي نمشي نسولو في لازون شحال راه دير الطياره في شهر 12 باغي نجمعوا شويه الصرف نخدموا في الفلاحه ولا فاش ما كان باش في شهر 12 نمشيو بحالتنا فرنسا ما نوليش انا هنايا بحال في ناحيه اللي ما عندوش الوراق وكذا ولا كبير في اللاج لي سبان تصلح له معيشه المعيشه رخيصه وكذا بصح حنايا الدراري صغار وكذا نمشيو لفرنسا شي مدينه كبيره والبلباله تما والله حتى نبقى ندير لخوتي جوج بلوكات في النهار واحد الصباح واحد في الليل. المهم من الاخر حاجه اللي نقول لكم القادم احلى غير صبروا عليا عطيوني وقت وانا معاكم والله حتى نكلموها ان شاء الله وبيان سوغ نتوما راكم احسن عائله في العالم عندي كتدعموني السوبورت ديما والله الا عمري في حياتي غادي ننسى لكم هذا الخير والله معيت مونتاج نتاع الدراوش كان مونطي غير بالتليفون ابار نبي هاد القريه صغيره ما كانش شي حاجه يعني كتدعموني واخا البلوك يكون عيان يعني نتوما راه واش غادي نقول لكم نتمنى شي نهار انا نرد لكم ولو جزء صغير من هادشي كامل اللي كديروا معايا. المهم لا فامي راني جيت فيك نقراو البيرمي نشوف واحد الصمادو شرا هنايا باش يقضي معايا واحد الغراض يوانسني ونمشي. المهم لا فامي مشيت عند واحد الصمادو في البيرمي ما لقيتوش الصونالي دركا قال لي راني يلاه جيت مشى قضيت هو شي غراض جيت عند الدري صاحبي عبدو خويا عبدو ها هو السلام عليكم راه عاد فايق من النعاس راه هذا يا اخي قول له الصحة تحسينا. المهم الغرض اللي غادي نديرو دركا واش تا هو غادي نمشيو للبوشطة الكوريرس كيقولوا له ليها البوشطة يمكن لابوست انا راني جايب ديك الهضرة تاع ناس الزمان قلت لكم البوشطة هذيك هي غادي نمشي غادي نجبد واحد 1000 درهم بزاف غادي يقولوا نتعامل هذا 1000 درهم انا غادي نقول لكم درت واحد الاشارة لواحد الشركة نتا سناب تو بعديك باش كتسجل الفيديوهات وغادي نمشي نجيبها خلصوني 1000 درهم والله الا يعني نتوما لا فامي نتاعي راه ما كنتس عليكم حتى حاجه شحال ما كانش شي يوتيوبر يقول لكم غادي نمشي نخلص انايا فلوس نتاع هادي انا كنقولها لكم غادي نمشي نخلصها غادي تشوفوا داك الشيء بعينيكم اليوم يعرض علينا شي قهوه لا نعرض عليهم اليوم الفطره والله كلشي ديال الله والله الا لا فامي نورمالمون اشارات بحال هادو يوتيوبرز مغاربه كيضربوا فيهم حتى المليون
8000 درهم 9000 درهم. خوكم عطاو 1000 درهم عام اول خطره غادي نخلص على شي اشهار. قلت له مرحبا، قلت له انا ما عنديش زايده فيا، واصلا هاد الفلوس اخوتي كما صحاب لكم انا راني كان نتمتع بها انا، ولا لا كان انفيرسيها غير في يوتيوب، نشريو كاميرا باش نديروا اللعبات باش نطوروا هذا المشروع نتاع اليوتيوب. يعني راه ما كنتمتعش بها انا ولا شي لعبه، غير كاميرا. راه كنقول لكم شحال خدمنا باش شرينا عليها، ومازال خصنا نشوف شي كاميرا احسن من هذه، نشوف شي جو برو. السلام عليكم، لاباس كيفكم دايرين؟ لاباس مزيان. هاني وليت جيت نمشي نجيب الفلوس من البنك. يلا لا من البوسطه، من البوسطه. يلا يلا لا من هي من هي. هاو عبد الصامة، شوف شحال من واحد كان يقول لي راك درت الفلوس ونسيته. انا ما درت فلوس ما حتى حاجه، بصح هو عبد الصامة ما نساناش هي من رجل هذا، راه بحال خويا هو اللي نساني. المهم لافامي راه الكوريو هذا هو اللي ندخلو نجبدو الصرف. الصرف لافامي حنا وصلنا غادي نجبدو الفلوس عند بوشتا. ها هو عند بوشتا ابو قطايه راه عامر. المهم لافامي حنا دخلنا ل كيف يقولوا لها البلديه لابوست. لابوست هيا نجبدو الصرف. شوفوا حنا شدو التور سي عبد الصمد. واحد الحاجه لافامي، دخلت انا بعدا للبلديه ولا كي سميتها. شوفوا هادو بزاف غادي يسولوا واش تال من كيصلح، فاش نخرجوا نقول لكم من كيصلح. المهم هانتوما لافامي، نمشيو نريحو شي قهوه ونهضروا على هذا الموضوع نتاع الفلوس. باش نهضر على هذه الفلوس باش ما نرونوش المواضيع، بغيت نوريكم داكشي دوك فين كيحشيو البريات. هذيك بغيت نقولها للدراري اللي غادي يجيو لاوروبا مثلا وما عندكش فين يجيوك البريات، ولا كتمشي تقيد تما كدير المرتك كلشي، واي بلاصه تماركيت فيها خدمه ولا بغيت تعطيهم الزنقه كتعطيهم على هاد البوشطه وكيصيفطوا لك البريات تما. مي كتخلص شي 500 درهم في الشهر ولا ياك 500 درهم. المهم عقلوا على هاد البلان، بحال ما عندكش دار عارفين لافامي، انا اي حاجه شتها تنفعكم نتوما انا كنقولها لكم، يعني كنبغي لكم غير الخير. دوك خاصني نخلص عليهم شي قهوه يفطروا، بغيت نفطروا ياك. واه ها عندك فلوس انا ديالي. المهم هاد القريه هذا هو الشارع الوحيد اللي عندنا، كتمشي منا كضرب واحد الطواله نتا 500 متر وصافي كيسالي كتولي منا. صافي كتولي منا. كاين عاود هاد الجرده هادي شي حاجه طبيعيه، كاين عاود هاد السيد هذا، كاين دوك هادو اللي قارتكم نتاعي هادو درك هاد الفلوس كامله اللي طبوها لي نتوما درك. نتوما بقيت درك تقول لي عبد الصمد جيب عبد الصمد جيب عبد الصمد، هاني جبتها هو كريساني في نضاده. هادشي اللي بغا غادر الفلوس الفلوس. ها هي الفلوس. واش بغيت انت فاطمه؟ اوكي فورا. واش بغيت انت؟ واحد نابوليتان. اوكي نابوليتان فور 50. بالي بالي حيت كدي جوج بور الميسمو بريسي وكيزيدو لك وحده فابور. ها انتم لا فامي خلصت عليهم الطاق، يعني باش ما تقولوش الزقرام ولا اللعيبات. ها انتم في ناحيه الثمن، انا دايما كنقول لكم الثمن، ثلاثه الكرواسات جوج كولاكا، كولاكا هذيك الشيكولا بالحليب وقهوه 75 درهم، شويه غاليه ولكن انا عاود راك في اوروبا راك عارف انت الصالير كيكون طالع. يلا لا فامي نقصيو وانتم حقكم في الجنه. قصينا حقكم في الجنه، غادي درك نمشيو للسوق نضرب واحد الدرو. اليوم الجمعه كيكون السوق عندنا خطره في السيمانه، نمشي نشري تقاشر. انا كل سيمانه كنمشي للسوق نشري تقاشر، راه اللي كيشوف البلوك غادي يعرفها. ما عرفتش كياكلهم الفار ولا ما نعرف. لا فامي اللي صار له بحال هذا البلان ديالي خليه في كومونتير، كيشري تقاشر الغد ليه ما كيلقاهمش. براي كي كيقولوا لها براي فور مي. لا فامي عبد الصمد ما راه يقرا على اللونجلي، غادي يقرا لنا شويه لونجلي. كيكي ام ان لاف مي سبيك انجلش تو يس ماي نيم از عبد الصمد واش مون فريغ دو يو سبيك انجلش يس انا اللي كنعرف غير ما كنبغيش نهضر هكا. واش فروم ماي فروم اتس ماروك وي يس يو اسبان اسبان يس قولوا شكون اللي احسن كيهضر كومونتير كتبوا شكون اللي كيهضر احسن وشو ولا لا انا كنهضر احسن مالك اصاحبي. انت قلت الشفايه انت قريتها ما كتعرف لها شنو. انا راني كاع ما قاريهاش وكنعرف لكم هاد اللعيبه اخواتي اللي ما عندوش مصبانه في الدار. ها انتم تقدر تصبن هنايا هادي كتبقى حتى 12 نتاع الليل. ها انتم كاين 60 درهم 40 درهم 30 درهم هادي بس زينه مثلا الكاشات. كانوا عندك مانطات كبار بلا ما تعذب وتصبنهم في الدار تجيبهم هنايا تحطهم تسكا هنايا. ما عندك الصرف كاين الماشينه اللي تصرف لك. اتس اوروبا اتس اوروبا انا ما كرهتش ندخل هنا شي واحد نصب له.
انت اللي غادي نصب ونكتب لي جديد. المهم راك وشتو لا فام داكشي هكا دير تما جريدات اللي بغى يقرا باش يتلف الوقيته نتاعو. هانتوما شوفوا كي داير دايره بحال الحانوت بصح ما كاينش مولا الخوت في ناحيه السوق غادي تلقاهم كلشي جمعهم حيت راه الوحده ونص الوحده ونص راه السوق هنا كاع ما كيكونش. اللي كيبغي السوق راه خصو يجي مع العشرة تسعة وانا مع كنت في الطويبه راني درت الروطار هذيك هي مشي واخا شوفوهم غير يجمعوا حنا كاع والله الا خصني تقاشر ضروري. هذاك الشيء اللي قلت لكم هانتوما هما غادي نسحب السوق يعني لا فامي في ناحيه الفلوس اللي شديت اقسم بالله لا فامي الا هذه اول خطره كنشد شي حاجه مشي اشهر مشي شركه اول خطره كنتخلص وهاد الشركه كانت انفيرسا غير في يوتيوب باش نشيو العيبات باش نقدروا نسافروا ان شاء الله ونتمنى تقبلوا عليا والله الا غير سمحوا لي. انا عارف ماشي شي بلوك هذاك هو ولكن راه قريه صغيره ما كانش شي محتوى اللي نقدر نديره. قبلوا عليا خوتي وكنوعدكم القادم احلال غادي شي حاجه ان شاء الله في المستقبل واعره. مي وصلنا دوكا 100000 ابوني خصنا نربحوا شويه الصرف يعني مع الشركات وكذا بصح انا ما نعرف نهضر لا لونجلي لا حتى حاجه. عاد الصمد كيعرف بصح ما كيبغيش يعاونني يهضر لونجلي انا هو اللي قادر العمل. نورمالمون هذا ما درتوش بلوك باش نخرج برا ولكن قلت نصور لكم شي في الصعب شي كنت في ممل. هذا البلوك درتو باش نعاود لكم اكسبيريونس نتاعي في المغرب فين مشيت عند من مشيت واش درت واش تشريت الناس اللي شفتها الحوايج اللي شريت من المغرب حوايج اللي عجبتني في المغرب حوايج اللي ما عجبتنيش. المهم كاع داكشي هذيك يا خوتي والله يسهل على اي واحد الله يسهل عليه وراه كنبغي لكم غير الخير ما تفرقوش الامل راه حتى حاجه ما مستحيله. انا كنت في المغرب دوك راني في سبليون غدا ان شاء الله نقدر نكون في فرنسا يعني الواحد ما يفقدش الامان ان شاء الله. اللي كان الحلم تاع اوروبا راه غادي يجيبها في اوروبا ما تبقاش تفكر بزاف تقول لا فين غادي نبات لا فين غادي نخدم. اول حاجه روح حنا فاش جينا غادي يبانوا لك بلانات راه كاين الماكله تاكل فابور الكسوه كيعطيوها فابور فين تنعس راك غادي تدبر فين تنعس. المهم الواحد ما يخافش. المهم لا فامي هما يجمعوا ما نوريهم غير السوق كي داير هنا. شتو السوق في اوروبا كيفاش داير كيبيعوا فيه الخضره والكسوه باين راهم جمعوا. حتى المره اخرى ان شاء الله نجيو بكري ونصور لكم. سولو اش كاين تاع اورو 10 دراهم ثلاثة لا ندير لي شي كولور زين ثلاثة باورو. اه هذا بويدو كحل وكريس ما عندك السر؟ اه ندير لي في الكارطة ها هما ثلاثة باورو خوتي. واحد البلان اخر عاود بان لي نسيت نقول لكم بحال واحد جا لاوروبا وكذا راك تقدر تسويفي راسك غير في هاد الاسواق تخدم راه اسواق في اوروبا كاينين معروفين كيبيعوا الخضره كذا ويخدموك ما كيطلبوا لك لا ورق لا حتى حاجه. كتقدر تجيب معاهم مثلا تخدم تهود معاهم داك الشيء باش كيديروا داك الكيطون واللعيبات تبيع معاهم كتضرب ديك 250 درهم 300 درهم نتاعك ولا تعرفت عليهم وكذا تبقى تمشي معاهم تبيع في الاسواق كل نهار في السوق يعني هادي تقدر تسويفي راسك ماركيو هاد الشيء وما تنساوهش. هذيك يا الصمد راه مشى لدارو انا راني هنا انا وعبدو غادي نطلع عندو للدار نتكاو شويه بلا تمشي نصليو ان شاء الله الجمعه لا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله واللي راه داير لهم كسكسي يعرض علينا يلا. خنتي خنتي مالا ماشي هون واش هون اش بغي تعبدو مون هذا خنتي مالا بغيت مون هذا دخل لها المسكرطه عليها وراها محيحه فيلا 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 نوين طلع فيلا تو ترايل تشيكلي ايش بلاي فيديو تو نطلع لكن سي فيديو تو ماروكي والله الا خوتي هاد الشي نوي لك قلت له بالضه دخل لها بالمسكة جرات عليه قال لها تشاويا تشاويا تشاويا. انا بدلت مون هذا شريت هاد ميسي هادي واعر هادي ما دخلتش للمغرب بصح شي حاجه قاديه هادي كتشربها كتبقى تشوف النجوم البيضاء والصفراء. عبدو ضرب اكواريوس الرياضه سبورت صحاب سبورت صحاب سبورت لا والو صحاب ماشي يلا فامي. المهم شينا صلينا الله يتقبل منا ومنكم رحنا هنا متكين هذو كنطلع للسبيطار ان شاء الله غادي نولي للسبيطار حيت الام نتاع خويا عبدو راه مريضه دايو معها خوتي اللي شافيها مسكينه وهذيك هي رقبت عز كاملين نمشيو نزوروها في سبيل الله. راه ما عارفينش نتوما شحال لاجر كيدي الواحد فاش كيمشي يزور شي مريض راه غادي نقلب الحديث الى لقيتو غادي نحطو لكم هنا وتشوفوا شحال ملائكه. المهم ما نقدرش نقول شي حاجه انا ما عارفهاش ما نقدر ندير دنو. المهم بقاو معنا وراكم تما ندخلوا دوكا السوبر سول واحد السوبر مارشي شو شي مون هذا نكملوا ان شاء الله فين قلت لكم لوبيطال ان شاء الله. وبغيت ندير لكم واحد ديديكاس تسنى تسنى يزير ميساج هذا لا فامي كامله اللي متبعانا واللي الحلم تاعها تجي لاوروبا خويا ما تفقدش الامل. البارح ديبريميت واليوم لا فيي فيل
فهمتوا يعني هذا ميساج، هذا موتيفيشن دراري الحلم تاعك. خويا ما عطاوكش فيزا دفع عاود، ما عطاوكش فيزا روح قرايه. المهم ما تبقاش الامال، ان شاء الله راك في المغرب، شكون عارف غدا تجيبها هنايا في اوروبا. وراه حتى حاجه مستحيل، وكنبغي لكم غير الخير. الله يسهل على خوتي كاملين كاملين. واللي قال لكم راه ما كان ما يدار في اوروبا راه غير كيكذب عليك. ما تفكرش ماشي تقول لا راه ما عنديش فين نعاس، لا الكسوه كلشي كاين. المهم انت رواح هنايا، ربي يسهل عليك درجه درجه وراكم تما. وا يعني ما كذبش عليكم اخوت، حنا ما دخلناش باش نشد، دخلنا باش نتبردوا. والله شو كاسكات بلوتوث شحال راهم يديروا؟ نوريو لافامي صحاب الجيمين واليوتيوب، ما نوريو الخوت. ها انتم لافامي 60 درهم. كاين عاود هذا بلا كابلي، هذا كيخدم بلوتوث ولا ما نعرف. لا واحد البياسه كتكون كتسقى في البيسي بحال اليو اس بي، وهذا باتري الا بغيت تسرجي التليفون. هذا داير شي 150 درهم بصح حاجه زينه. وكاين عاود هذا الكاسك هذا 120 درهم. ها انتم وكاين عاود هذا بيه بداك الفار نتاعو، هذا 130 درهم. شاجه زينه. كاينين هاد الكاسكات نتاع البلوتوث ما كذبش عليكم بصح ما يفوتوش 200 درهم. هذاك انا كانوا عندي بعدا فالص، وكاع ما ننصحكم ما تشريوهم. ايوا صحاب اللي كيقراو وكيحفظوا بالليل الله ينجحهم ان شاء الله يا ربي، يدعيو معاهم. هادي اسيدي ب 70 درهم. شي نهار ان شاء الله تكون الصرف وكذا، والله تندير لكم شي جيف اوي. والله داكشي رخيص الكترونيك نديرو لكم. والله يلا المهم ندوز شي قرعه نتاع الماء. اعوذ بالله اعوذ بالله اخويا، انا بغيت ندي غير الماء. اعوذ بالله. ديو هادي 5 دراهم، هزوا وحده يلا. بقات 30 سنتيم. المهم لا فامي، المهم وين غادي تعمر لي؟ اقسم بالله الا غادي تعمر. انا هذا الفيديو اصلا درته لكم باش نوريكم الحوايج اللي شريت من المغرب ونعاود لكم اكسبيريونس نتاعي. ها هو لوبيطال. حنا ما متغديينش والله، ما متغديين، غادي دوكا ندخلو حيت هنا كاين اصلا كاين هنا كافيتيريا فين تقدر تتغدى. وغادي نعرض عليهم اليوم، راهم منسليني والله الا راهم منسليني. نقلبوا على البويته. ما كاليكم شي فيديو كليب واعر بهاد السويطه. الدراري تحدي غادي نركب في الكروسيت في عيني حسام. غادي نروح واخا كاين جري. هذا انا غنرد بريد الرجل هذا. والله الا مشي شك افرض فرض او واحد مشي شك منهم واحد البركه هذاك اللي كيبيع. كاين واحد الحاجه لا فامي في ناحيه الطبيب بس زينه، ما كاين عساس ما كاين، يعني في المغرب تبغي تدخل شوف غير امك ولا لا فامي تاعك مريض كيبقى لا والله ما تدخلوا لا غادي حاسب على راسه بحال هكا داخل القصر. بعد هنا حر شوف لا فامي تاعك ريح معاهم وانسهم احسن حاجه كاينه يلا. المهم لا فامي حنا مشينا زرناها مسكينه، بغيتكم تدعيو معاها والفقهاء اللي كيتفرجوا فينا وكيعرفوا في الاسلام، بغيتهم يحطوا داك الحديث. يمكن حديث انت الا مشيت تزور شي واحد مريض شحال اجر كدي، يعني هذه ديروها في بالكم. غادي ناكلوا خبز الطرطيه، هذيك البطاطا البيض. انت واش بغيت؟ بغيت شنو؟ بغيت عصير. ماذا بيا؟ عصير؟ ماشي تاع التشي؟ لا اختار اللي بغيت. ماشي مشكل هنايا ودي هنايا. No, para comer aquí. ¿Tú qué quieres, hermano? Ese bocado tiene. Oh, culo. Tiene carne. Este no. Ese vegetal la mando. ¿Sabes, culo? ¿Qué tiene? Mayonesa y. ¿Cuánto vale? Tomate. ¿Cuánto vale? هو قصيده 1 و 2 1 1 1 يورو. يعني لا فامي بالزينه تاكل في الطبيب، ما عرفتش واش كاينه في المغرب ولا لا. الماكله كتكون رخيصه بزاف، بحال هو الساندويتش شدها ب 10 دراهم نورمالمون. هذا كون كان في شي قهوه في السونتر يديه ب 30 درهم 40 درهم. واحد الحاجه شو راهم دايرين لي هاد اللعيبه هنا راه مغطيه عليا، يعني ما نحشمش نصور عاد. الصعب غادي يعودوا من جديد في علاقات موسم جديد. قولوا حقهم في الجناس. حقهم في الجنة. المهم هو لا فامي تورتيا، هذه تورتيا اسبانيول، هذه معروفة في الاسبان هما اللي معروفين بها. 20 درهم. وات صمد خلا غير الميكا، راه غير حشم ما كنت ياكلها.
ولا فامي ميم رحنا وصلنا للدار درت التليفون شويه تصرجات تاع حين شنو تاع الصامات البلوك تاني نوريكم الكسوه اللي شريت ونعاود اكسبيريونس نتاعي المهم تاع البلوك الجديد حتى دابا اللي طويل بزاف تاع البلوك ان شاء الله اخر غادي نديروه راكم عزاز كاملين المهم نخرجوا نضربوا واحد الدور ونكملوا لكم سخفنا كنا عطينا يلا خوتي طقنا واحد الاغنيه قرعت غير شهر فامي المهم البلوك غادي يسالي هنا انا انا وخويا الصامات الصامات غادي يبقى يبلوغي لكم دعمه باش نديروا شي لاشي ان شاء الله غادي نديروا مسكين ما كيعرفش يهضر كيحشم شويه ماشي كان حشم كان غير نوريكم حوايج اللي شري انت قصير وانا طويل باش نوريكم حوايج اللي شريت واللعيبات كنا غادي نمشيو لاجونس ما عرفتش كتخرج ليش هذه الكلمه نسول شحال غادي يدير الطياره بصح ما كتبش الوقت ما كانش ان شاء الله تاع بلوك جديد سمحوا لنا قبلوا علينا نعرف هذا البلوك ماشي شي بلوك شي حاجه ولكن قبلوا علينا كنوعدكم بان القادم احلى احنا ولاد الشعب وشكرا بزاف لولاد الشعب بحالكم اللي كيتساعدوا معنا باللايك والبارطاج ولا كتحمسونا ديروا لايك بارطاجيو الفيديو واللي جديد يدير ابوني اكثر لي بالهضره صاحبي صافي خطيك صافي وانا كنشكرهم دائما كيتعزاز عليا هذيك هي راكم عزاز وغادي نعاودها كامله كاع كاع تحيه للجزائر كاملين وبيان سوغ المغرب وراكم عزاز وراكم عزاز وراكم عزاز قطع قطع ماشي سكت ما هضركم عزاز